زكي كنت طاير بيها. دي دخلت الفرقة عندها 16 سنة. أول مرة طلعت على المسرح الناس ضحكت عليها وأحرجوها، بتعتبر محمد صبحي أبوها الروحي. ظهورها في مشهد جريء عمل لها أزمة مع الجمهور، لأنه دايماً شايفها أخته وبنته والبنت الحلوة بنت الجيران. أسرار من مشوار منى زكي. منى زكي حققت نجاح كبير وساحق في موسم رمضان اللي فات بمسلسل تحت الوصاية، اللي رغم انه 15 حلقة لكن استحوذ على جوائز الافضل في كل التكريمات اللي بتعتمد على تصويت الجمهور. وحرصت منى زكي في كل مرة انها تستلم الجائزة بنفسها، لكن هي بقالها فترة كل ما تظهر او تعمل عمل جديد الضوء يتسلط عليها والجمهور مش سايبها في حالها. طول عمرها والجمهور بيعتبرها في حتة تانية غير باقي نجمات جيلها، عشان كده لما بتعمل حاجة مش عاجباهم رد فعلهم بيكون اعنف بكتير. لحد دخولها الجامعة منى زكي ما كانتش بتفكر ولا نفسها في يوم انها تكون ممثلة. هي كانت بتحب التمثيل، بس ده مش معناه انها تمثل، خصوصا بعد ما طلعت لاول مرة على خشبة المسرح في دور صغير على مسرح المدرسة، ولانها مش متعودة على الجمهور والتمثيل والجو ده اتلخبطت، وحتى الجملة اللي مفروض تقولها غلطت فيها، فالناس كلها ضحكوا وهي اتحرجت جدا وقررت انها مش تطلع على المسرح تاني ابدا. بس القدر كان ليه كلمة تانية. قرت والدتها في الجورنال خبر ان محمد صبحي بيدور على مواهب جديدة، فقالت لها يروح العنوان اللي في الجورنال عشان بس تشوف اكتر فنان هي بتحبه في الدنيا. وقفت منى زكي قدامه وهي مش عارفة تقول ايه، واضطرت تقوله انها مش موهوبة ولا حاجة، هي جاية بس عشان تشوفه. لكن محمد صبحي بعين الفنان لمس فيها حاجة وقال لها اديكي فرصة، روح احفظي اي حاجة وتعالي بكرة. من هنا بدأ تعلقها بالسينما اللي استمر لحد النهاردة. وقبل ما تدخل فنون مسرحية قرر والدها انها تدخل الجامعة الامريكية، فراحت من وراه وقدمت في المعهد، وبعد ما اتقبلت اضطرت انها تقوله الحقيقة فرفض بشدة واتخانق معاها، لكنها صممت وقالت له مش هشتغل في حاجة إلا التمثيل. أما والدها ففضل واخد موقف من التمثيل وما بيشوفش أعمال ليها لفترة طويلة. على مسرح محمد صبحي اتعرفت على أول حب في حياتها الفنان محمد الشقنقيري، اتخطبوا لبعض فترة وبعدين ما كملوش سوا. وانشغلت منى بعدها في الأعمال اللي قدمتها والمسلسلات اللي كسرت بيها الدنيا، لحد ما وصلت لفيلم اضحك الصورة تطلع حلوة. لأن التمثيل قدر منى زكي والنجومية مكتوبة ليها، عملت حادثة بعد ما اتفقت على فيلم اضحك الصورة تطلع حلوة، وكانت فاهمة ان كده خلاص الدور راح منها. قعدت تتعالج 8 شهور بحالها، وبعد المدة دي جالها تليفون من السيناريست الكبير وحيد حامد بيقول لها ها هنصور امتى، عشان يطلع ان لسه الدور من نصيبها وتعمل واحد من اهم وانجح افلامها مع عملاق كبير زي احمد زكي. دخول منى زكي مجال التمثيل من بوابة المسرح وبعدين الدراما وملامحها الهادية الرقيقة خلت الجمهور يعتبرها دايما انها واحدة منهم، عشان كده مع اول عمل مش ماشي مع المألوف من وجهة نظر الجمهور، سهام النقد بتتحدف عليها من كل حتة، من اول فيلم احكي يا شهرزاد لحد فيلم اصحاب ولا اعز. ومن كتر ما بقوا زعلانين منها بقوا يتصيدوا ليها اي غلط.